هذا من الخلق جاءه الموت وهو مليء بالمعكرات. الباري عز وجل يبتليني بالخلق. من جملة الابتلاءات في ناس بيسبوني، في ناس بيغتابوني، في ناس بينتقصوني، في ناس بيستهزئوا فيه، في ناس بيقروا لي كتبي بيقولوا لي هذا دجال مخرب مدري شو وكذا إلى آخره. عال. فأنا إذا وقفت لهم بالمرصاد وأعطيتهم اللكمة لكمتين والكلمات السيئة التي يواجهونني بها قابلتهم بأمثالها وأضعافها، ماذا أكون قد صنعت؟ هيأت نفسي لعذاب واصب عندما سيأتيني الموت. لا، الموت الثاني هلأ تحمله أسهل من الموت الحقيقي اللي جايك. أتحمل أذى الخلائق، أقول أن يقولوا ما شاءوا عفى الله عنهم، إن كنت أنا كذلك فأسأل الله أن يصلحني، وإن لم أكن كذلك فأسأل الله أن يعفو عنهم وانتهى الإشكال. لكن هذا صعب، صعب جدا. لذلك سماه موت. إمتى بيصير سهل؟ وقت تتعامل مع ربك.